اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، ونحب نفكركم ان اللي فاتته فقره او هتفوتوا اي فقره ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمه واحده ومكان العين رقم 3 باللغه الانجليزيه، وممكن تتواصلوا معانا على تويتر او على فيسبوك. فقرتنا دلوقتي هتكون عن فيلم مميز جدا، مدته عبارة عن 100 ثانية، ولو اتكلمنا في السينما ال 100 ثانية دول ممكن يبقوا حاجة كبيرة جدا. الفيلم ال 100 ثانية ده خد جايزة المهرجان الدولي الثامن لأفلام ال 100 ثانية، واللي أقيم في طهران في إيران. مخرجتنا المتميزة النهاردة سالي أبو باشا ليها فيلم قبل كده خدت بيه جايزة الفيلم القصير في مهرجان روتردام الفيلم العربي. صباح الخير. صباح النور. مبروك الاول. الله يبارك فيك. تسلم. كلك سؤال. وايه احساسك بعد يعني اللي هو ايه تاني جايزه واحنا مع بعض بقى؟ احنا كل جايزه هنصطاد. تالت جايزه. دي تالت جايزه. صباح الخير. قولي لنا طيب ايه اول جايزه؟ احنا كده اتكلمنا على طهران وعلى روتردام، وايه تاني كانت جايزه خدتيها؟ جايزه مهرجان الجزيره الافلام الوثائقيه في 2009 عن فيلم كان مشروع التخرج بتاعي من كليه اعلام، كان فيلم فرق وجايزه افق جديد. دي كانت اول جايزه. طب يعني اول حاجه طبعا لازم نبارك لك. انا عايزه اكد ان الجائزه اللي في طهران هي الجائزه الخاصه لقسم الصحوه الاسلاميه. لا، هو مش الصحوه الاسلاميه. يعني الصحوه الاسلاميه هو طبعا يعني مش منشن في الجائزه او في شهاده التكريم انها صحوه اسلاميه. أيوه. هي اتكتبت في احد المواقع في ايران انه عن الصحوه الاسلاميه اللي هي الثوره الاسلاميه في ايران يعني، بس مش عن لان يعني تزامن وقت مكان المهرجان موجود بيحتفلوا بالذكرى ال 33 للثوره، فكان انه يعني كل اي ايفنت او اي حد حدث ساعتها موجود او بيقام فانه بمناسبه الصحه الاسلاميه، فيمكن هم اختلط عليهم الامر انه جايزه الصحه الاسلاميه. طب هو يعني يمكن خطا في احد المواقع الالكترونيه في ايران يعني. انا قريت بمناسبه بقى ان انت كنت في ايران، وصفتنا يعني الناس استقبلتك هناك ازاي؟ لانه برضو احنا يعني ايه لغتنا الايرانيه الفارسيه ضعيفه شويه، فيعني برضو ما شفناش غير لما انت رحتي بقى هناك وتعاملتي مع الناس، لانه اكيد الفضول ناس كتير في البيت قاعده بتسال طب الوضع هناك عامل ازاي، انت شفتي الدنيا ازاي، كان التعامل معاكي كمصريه ازاي في ظل توتر الاوضاع اللي احنا فيه. هو طبعا يعني انا كان اوريدي يعني زي ما قلت لك قبل ما نطلع على الهوا ان انت قلت لي بستقبلك ازاي وكده، انت سالتني. فانا لما رحت هناك اولا لا كان في استقبال يعني مرحب جدا، وكوني اني كنت مصريه، وكان حتى قبلها كمان كان في ناس يعني خصوصا بعد الثوره ابتدت انه في يعني زي وفد شعبي يروح لايران او وفد فني او وفد سينمائي، حتى كان وقتها زي ما قلت انه بيحتفلوا بالذكرى ذكرى الثوره، فكان في ايفنت زي يعني ثقافي عن الادباء والشعراء، وكان في ناس اوريدي مستضيفين في مصر. ف يعني الاستقبال كان الحمد لله كان كويس ومرحب جدا، وكان طبعا كل ما اقابل حد ايراني كان يسالني عن الثوره وايه اخبار الثوره، لان السؤال اللي كل اي مصري بيسافر بره لازم اول سؤال يتسال عليه ايه اخبار الثوره، ايه اخبار ثورتكم وربنا معاكم وكده، وكانوا بالعكس فرحانين يعني انه مصر قامت فيها ثوره، ويتمنوا ان كانت العلاقات ترجع بين مصر وايران زي الاول. فكان استقبال الحمد لله كان مرحب جدا. طيب خلينا نروح نشوف بس جزء من الفيلم عشان هم قايلين لي من اول الفقره. ونرجع انت هتسالي سؤال يعني اسف. نشوف الجزء من الفيلم ونرجع نكمل فقره. انا اسمي فوزيه زكي ابراهيم، شغاله في مركز القومي للطقوس، معايا 5 بنات وارمله من 7 سنين، بساعد في المستشفى الميداني، بقدم لهم علاج، بقدم وجبات، اللي جاي مصاب بحاول اقعده، بكنس المستشفى الميداني. في حالات كتيره صعبه، فطبعا كل ما الواحد بيشوف الحالات دي بيزداد اصراره على النزول لان بيتقتلوا بدون ذنب. ما نزلوش، لو نزلوا كان هيعرفوا، بس للأسف اللي نزل كسب كتير واللي ما نزلش خسر كتير كتير. أنا مش حاسة إن أنا بطلة ولا عملت أي حاجة، أمال الشباب اللي راحت تبقى إيه؟ هل في واحد أصيب بجرح أو هل في واحد أصيب بطلقة رش من عندنا؟
مش خايفة من الموت خالص ولا بخاف منه، لأني لو جالي وأنا نايمة على السرير طبعا استحالة هقول له لأ. المستشفى الميداني اتعلمت إن أنا أصبر وهاخد حقي وهاخد حق. لسه مكملين معاكم، وشفنا جزء من فيلم طريقها للمخرجة سالي أبو باشا، وحصل على جائزة من مهرجان طهران. سالي، عايزة أعرف الأول منك قصة الفيلم إيه؟ هي قصة الفيلم كلها عبارة عن ست بتشتغل في المستشفى الميداني، ومش بتشتغل كطبيبة أو ممرضة، بتشتغل عاملة نظافة. يعني سبق أن أنا حضرت أحداث محمد محمود، نزلت مرة وأعرف يعني أوريدي دكاترة في المستشفى الميداني، فروحت بس عشان يعني أشوف الأوضاع وكيف، فلقيت الست دي موجودة وكانت واقفة بتنظف، واللي هو بتعمل عمل يعني خلينا نقول ان هو عمل مش مهم في ظل الاحداث اللي كانت بتحصل. يعني انا مش مهم نظافه المستشفى قوي او انه ترتيبها او كده، على قد ما مهم يبقى موجود دكاتره وممرضين في ظل مصابين، فهي بتساعدهم وبتنزل يعني. فانا كان يعني طب انت بتنزلي في وقت يعني خطير جدا وعندها اولاد وكده، فده اللي لفت نظر كلها. طبعا بتتظاهر وبتنزل مظاهرات واعتصامات ومسيرات، يعني لدرجه وانا بصور فيلم بقت هي تتصل بيها تقول لي انا نازله النهارده جمعه، هي الكلام ده كان قبل 25 يناير اللي فات، فكانت انا نازله بقى جمعه حق الشهداء، انت هتنزلي نازله مسيره، فيعني هي مهتمه عني يعني طبعا عني جدا ما شاء الله، فاهمه الاحداث ومتابعاها. طب ثاني، انت اخترتي يعني انت شفتي الست دي فجات لك فكره، ولا انت نازله بتدوري على موضوع في التحرير وعايزه تغطي؟ لا، هو ما كانش موضوع في التحرير، هو هقول لك، هو كان حد من اصحابي الاكتيفست هم النشطاء اللي بينزلوا عني والحاضرين، فاحنا كنا بنتكلم في موضوع الاعتصامات، وكان وقتها احداث مجلس الوزراء كانت، وطبعا احنا عارفين الاحداث دي وقتها ان اكتر ناس اتبهدلت واتصحت هم السيدات يعني الستات يعني. فوقتها يعني رنت في وداني جمله، ان هم قالوا يعني جمله انا يعني قعدت افكر فيها كتير، قالوا انت يعني احنا بنشوف كتير قوي ان ربات بيوت هاوس وايف اتحولوا لنشطاء يعني، فمش بس اللي هم البنات المتعلمه او اللي بيشتغل او الصحفيات زي يعني الصوره اللي احنا واخدينها عن الاكتيفست، لا، انه ستات بيوت ولا يعني ولا عمرها اشتغلت ولا اوريدي تحولوا بقوا نشطاء. فساعتها ابتديت افكر في الكلمه دي يعني ازاي، طب وايه يعني، وبينزلوا هم ممكن معرضين لضرب او لسحل او اهانه او كل حاجه، ومع ذلك بينزلوا، فايه الدافع ورا كده؟ فطبعا قعدت ادور، وطبعا يعني وفي كان قدامي اكتر يعني مش اول واحده طبعا اباها فوزيه وصورت معاه، في كان قدامي حد ورفض، وقدامي كان برضو حد وبرضو يعني رفض، يعني كلهم بيرفضوا لانهم يعني مش عايزين يعني انهم مش باحثين لشهره او شو او لا، هم بيعملوا الموضوع ده عن حب يعني، وعن وحاسين ان هم ليهم دور يعني في الثوره، فحبوا ان هم طيب. غاده، دايما بقول دلوقتي انه التاريخ يصنع قدام عينينا دلوقتي، وانه كلنا مفروض ان احنا لينا دور، وانت نزلتي في وسط الاحداث دي كلها، ونزلتي صورتي، كنت ممكن تتخبطي، كنت ممكن يجرى لك حاجه بعد الشر، لكن فكرتي في الموضوع ازاي؟ بما انه انت خلاص عملتي كده وثيقه، سواء احنا مشينا ما بينا بقى في وثيقه عن صحيح. الموضوع ده وعن الاحداث دي، نزل فيها حد في يوم من الايام وراح في وسط الاحداث وصور، ايه الصعوبات اللي واجهتك دي حاجه، وازاي قدرتي تقنعي نفسك انك تنزلي ولا تهابي اللي هيحصل، لانه في المقابل الناس قاعده في البيوت بتبقى قاعده مرعوبه من كتر الناس اللي عماله بتشوفها، وناس على نقلات وناس رايحه المستشفى الميداني، فانت نازله بتشتغلي في وسط كل ده، فايه الصعوبات، والاول اقنعتي نفسك ازاي انك تنزلي؟ بص، الجمله الاخيره اللي انت قلتها، الناس اللي قاعده في البيوت وبتوصل لهم ساعات صوره يعني رساله غلط، انه اللي بينزلوا دول عملاء بلطجيه مخربين مش عارف ايه وكده، فدي الجمله اللي يعني حبيت ان انا اعمل على اساسها الفيلم. خلينا اقول انه بعد الثوره كتير قوي يعني، انا ناس مبقناش عارفين هنوثق الثوره ازاي، خصوصا انه كتير قوي يعني نشرات الاخبار والتوك شو كده كلها شغاله على الثوره وتقارير، فكون ان الافلام التسجيليه برضو انها ازاي هتشتغل في الثوره وازاي انها هتوثق الاحداث اللي بتحصل كل يوم، فده كان يعني قعدت ازاي ان انا ابلور الفكره، ان انا اصل للاخر بقى السكريبت بقى واعرف ونازله وهصور ايه وايه المشاهد اللي هاخدها. فالجمله الاخيره اللي قالها فيها دي
هي الناس كتير في البيوت مش عارفه ايه اللي بيحصل او الناس دي بتنزل تعمل عايزة ايه. عايزه تثبتي حقيقه الموضوع. فانا عايزه اثبت صح حقيقه الموضوع بيعمل ازاي، وان ست بسيطه جدا ونزلت واشتغل، يعني انا مش بقول اشتغلت في الثوره، خلينا نقول انها يعني كان ليها دور في اهم مكان هو مستهدف في الثوره، هي المستشفى الميداني. اما الصعوبات بقى فكانت في المستشفى الميداني برضو. انا صورت قبل يوم 25 يناير اللي فات، وكانت المستشفى فيه مشاكل انها تتفتح وكده، وطبعا كان في صعوبه ان انا ادخل شويه اصور، ولولا انه اعرف يعني طبعا حركه اطباء التحرير هم ليهم كل الشكر يعني انهم ساعدوني ان انا ادخل وقالوا اوكي صوري وكده. فبرضو كان في حساسيه من التصوير، طب تصوري ليه، وخصوصا بشتغل بشكل مستقل. فهي دي كانت الصعوبات. وكمان كان في شارع محمد محمود مش ساعه الضرب، انه الشارع كان فاضي تماما، وكانت الناس. اخترتي مستشفى ميداني اللي جوه شارع محمد محمود؟ هي كانت عند جامع عمر مكرم لان هي بتشتغل فيها يعني. لا انا اخترتها لان هي الست بتشتغل في لو هي كانت بتشتغل في مستشفى جنب هاردز طبعا هي برضو اتضربت، فكنت هصور فيها. هي يعني هي عياده كده خيمه كده زي كل المصريين الفدائيه، يعني رايحه في موقع الخطر ورايحه اكتر من مستشفى ميداني. برضو عايزه اسالك حاجه، بعد كل يعني كلنا حضرنا اعتقد مهرجانات سينما، وعدد كبير منا حضر مهرجان، دايما بعد ما بيتعرض الفيلم بيكون في ندوه بتناقش فيها الفيلم. ايه اكتر او اهم التعليقات اللي انت سمعتيها في الندوه دي؟ هو ما كانش في ندوه، كان على طول كان عرض افلام، وبعدين بعد لما تسمعي كومنتس من الناس. هو بصي حول ايه بقى الكومنتس اللي سمعتيها؟ انه يعني الفيلم في ناس عجبها الفيلم، بس هو كان في كام ملاحظه صغيره، انه كانوا عايزين يشوفوا وش الست، يعني يشوفوا وشها، يعني هم افتكروا انه زي عندنا في هم في ايران يعني ان احنا ما طلعش ستات او لكن انا قلت انا كنت قصدي ده، لان هي الست انا حسيت حتى من كلامها لما قبل ما اقعد يعني قبل التصوير بقعد افهم يعني منها، بعرف شخصيتها اكتر، فحسيت انها حد مجهول يعني، وهي حابه انها تكون زي جندي مجهول. فانا ما قصدت ان انا ما طلعهاش قوي، على قد ما هي بتحكي الحكايه يعني. فهو ده كان الكومنت، انه في ناس كانت موافقه وفي ناس لا كانت حابه تشوف تفاصيل اكتر عن الست او كده. بس هو كانت مش الست هي الحدوته، الحدوته كان الموقف، او انها يعني زي ما بنقول نازله ليه يعني. حتى فكرت اسمي فيلم نازله ليه، قلت يعني لا يعني هيبقى اسم فسميته طريقها اكتر يعني. غدا ختاما لكلامنا، بما ان انت مخرجه وما بين قوسين ناشطه، وممكن نقول برضو مش ناشطه يعني نازله اللي هو ايه، بتدوري على المشكله فين ورايحه. بمناسبه اليوم العالمي للمراه كان امبارح، انت شايفه وضع المراه في مصر ازاي دلوقتي بعد 25 يناير، يعني النقطه اللي احنا وصلنا لها لغايه دلوقتي، وشايفه احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه، بما ان انت بتبروزي نماذج نسائيه في اعمالك؟ هو يعني دور المرأة في الثورة غير عن دورها مثلا في مواقع سياسية زي البرلمان، يعني برضو حصل لنا شوية إحباط إنه المرأة ما خدتش دورها في البرلمان وما تمثلتش تمثيل كويس، خصوصا إنها يعني أكتر من نموذج بيطلع دلوقتي إن هو شارك في الثورة وضحى. ودايما حتى لما بقى في مسيرات أو اعتصامات، يعني أحيانا مش بنزل يعني كل المسيرات واعتصامات، بس لما بنزل أحيانا مسيرات بلاقي إن المرأة ست أو بنت وبمختلف الأعمار والمستويات هم اللي بيشاركوا يعني اكتر من الرجل. فده كان يعني انه الست هي اللي بتشارك بس مش واخده برضو حقها في برلمان او تمثيل سياسي او سلطه سياسيه. فهو يعني مش عارفه اقول دور متوازي ولا هم عكس بعض، انه في السلطه والسياسه مش ممثله او واخده حقها كويس، وفي الشارع وفي الاعتصام لا هي واخده مشاركه بشكل جيد يعني جدا. ليها دور بس الدور ده ما انعكسش على يعني بالظبط ما انعكسش على التمثيل السياسي. صح مظبوط. طب انا عايزه اسالك حاجه، في بعض الدول كده بنخاف منها وبنخاف من فكره التعامل مع المراه فيها، بعض الدول اللي احنا بنقول دايما ان هي متشدده الى حد ما دينيا ومن ضمنهم ايران. لما رحتي ايران شفتي التعامل مع المراه عامل ازاي؟ يعني انا ما اقدرش اتكلم مع يعني عن ايران، انا كانت زياره قصيره، بس خليني اقول لك اهم ملاحظات. اولا لقيت كان في المهرجان كان في جزء كبير من الافلام ايرانيه كانت مشاركه، وكانت اغلبها بنات وستات كانوا مشاركين، وكان حتى في كتير قوي كانوا قابلت مخرجات ايرانيات وكاتبات سيناريو وممثلات، ويعني كل رغم القمع والتشدد الديني اللي هناك وكده، بس برضو المراه بتوجد
منفذ انها لازم تشارك او انها لازم يبقى لها دور، فده عجبني يعني. هي ما حطتش ده عائق او انه لا انا السلطه او البلد بتقولي لا ما تقعدي في البيت او انك تلبسي لبس معين او ما تنزليش او كده، لا هم برضو بيوجدوا سك او طريق يعني عشان برضو يثبتوا فيه نفسهم. وعلى مستوى السينما او الفن يعني زيك انا ما استغربتش برضو ان ايران خدت جائزه اوسكار. هم يعني افلامهم يعني في افلام عجبتني جدا وبهرتني رغم انه ممكن تكون له بادجت او كده، وكان ميزانيه قليله، ميزانيه قليله، واللي عاملينها كانوا بنات وستات، فده كان حاجه طبعا. السينما الايراني ليها تاريخ. المخرجه سالي ابو باشا وجائزه احسن فيلم وثائقي قصير بالمهرجان الثامن لافلام المئة ثانيه، بنهنيكي ونتمنى لك من توفيق ومن نجاح لنجاح. تسلم، بشكرك يا سالي جدا، نورتينا والف مبروك. الله يبارك فيك، تسلمي. مشاهدينا خليكم معانا لسه بعد الفاصل، معانا فقرات تانية، نهارك سعيد.